مشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل مع رحاب مصطفى الويدنج بلانر. اهلا وسهلا، منورانا في الاستوديو. اهلا بيك. صباح الفل. ده نوركم. صباح الفل عليك. طبعا الناس كلها بتسال، يعني الافراح احنا في سيزون كل البنات بتتجوز الايام دي. عايزين نعرف معاكي بنبتدي من امتى مع العروسه؟ انت بتبتدي من امتى؟ بنبدا من تقريبا من قبل الفرح بحوالي 6 شهور. بنبتدي مع العروسه، وده يستحسن. يعني طبعا في عرايس بتجيلنا متاخر، بتجيلنا قبلها بشهر او بشهرين، بس ده طبعا بيأثر على السيرفيسز اللي احنا بنقدمها لها. لانه احنا بنفضل ان احنا نبدا مع العروسه دايما مع اختيار بدايه من اختيار الفستان والميك اب والشعر، عشان كل ده يمشي مع الديزاين بتاع الفرح نفسه. هي المفروض العروسه بتبدا يعني قبلها بقد ايه؟ المفروض قبلها بست شهور. 6 شهور تبدا تجيلك. تبدا تيجي. اوكي. وعايزين نعرف المعامله بتتغير من عروسه لعروسه، او ايه التكنيك اللي حضرتك دايما بتستخدميه مع العرايس؟ بتختلف بقى من طبيعه عروسه لعروسه، ولا كله بيبقى تكنيك واحد؟ طبعا بتختلف من عروسه لعروسه، لانه كل عروسه بيبقى ليها شخصيتها. في عرايس بتبقى هي جايه وحاطه في دماغها هي عارفه عايزه ايه بالظبط وعايزه تعمل تنفذه يعني. وفي عرايس تانية بتبقى جايه بصوره شويه حالمه، وعايزه حاجات كتير، ممكن تكون الحاجات دي ملهاش علاقه ببعض. في عروسه كمان بتبقى مش هي، يعني بتبقى معتمده تماما على مامتها او على اختها. بس ده بيتطلب دراسه بقى لكل شخصيه. طبعا يعني لازم تقعدي معاهم الاول قاعده فيها. عشان كده لما بنبدا من قبل مع العروسه من قبلها ب6 شهور، ده بيدينا مساحه ان احنا نعرف شخصيه العروسه ايه، لان هو ده اللي بيخلينا نطبق الكلام دوت في الفرح نفسه. طب ولو عروسه جت مثلا قبليها يعني فتره قليله، بنعمل كمان ايه؟ بنحاول ان احنا نريكفر الموضوع. الفتره اللي هي ال6 شهور دي هي مينيمم يعني، بس لو جات لي مثلا قبلها بشهرين بحاول ان انا اتفادى بقى، وان انا يعني في فتره قصيره قوي ادرس الموضوع واعرف ايه هي عايزه ايه، اعرف دماغها رايحه فين، ايه الالوان اللي بتحبها، ايه الحاجه اللي هي في دماغها، هل في دماغها دوت ينفع فعلا ان هو يتعمل، ولا هيبقى مش صعب ان هو يتعمل. ده بيبقى يعني بتبقى فيها شويه سن التحدي، يعني ان احنا نتعرف على العروسه. باري، في سؤال مهم جدا عايزه اساله لها، ازاي بيتم تحديد البادجت بتاع الفرح؟ ازاي بيتم تحديد البادجت بتاع الفرح؟ بناء على حاجات كتير قوي، معطيات كتيره قوي باخدها من العروسه. تمام. اهمها طبعا عدد المعزومين، المكان اللي هيتعمل فيه الفرح، لانه طبعا الفرح لما بيكون اوبن اير غير لما بيكون في قاعه، ده بيختلف وبيبقى بادجت بيبقى اقل ولا اعلى؟ دايما الاوبن اير بيبقى اعلى، لانه بيبقى ريتش من نوعيه الاقمشه اللي احنا بنستعملها. بحاول ادخل شويه اللي هو الشيفونات والحاجات دي، لانه دي حضرتك بتعملي كفر للمكان بالظبط. فده بيدي السنتر بيس وكلام من ده بالظبط. والووك واي، لانه دايما معظم اللي بيعمل اوتدور بيبقى على البحر، فلازم يبقى يتعمل زي ووك واي كده على البحر للمعزيم وللعروسه، يسهل عليهم شويه المشي على الرمل. اوكي. طب حضرتك كمنسقة افراح يعني او ويدنج بلانر، ايه البيزكس اللي حضرتك يعني بتستخدميها في الافراح؟ يعني ايه الاساسيات اللي حضرتك بتستخدميها في كل فرح؟ في اي فرح انا بعتمد دايما على الحواس الخمسه، يعني عشان يبقى عندك ذكرى حلوه، حاجه مرتبطه بيها. احنا دايما في حياتنا دايما. لما بتشمي برفيوم معينه بتفتكري حاجات، المكان حاجه صح مكان صح معين او حاجه معينه. فانا دايما بعتمد ان انا العب على المواضيع دي، انه لما تدخلي الفرح يبقى في برفيوم معينه، سيان بقى عن طريق الفلاورز او عن طريق الشموع او عن طريق البخور، او في ناس بتستعمل البخور او كده. ده بيبقى الاول هند. قيسي بقى عليها بقيه الحواس الخمسه عندك اللي بتربطك بالفرح، يعني بتطلعي من الفرح عندك مش بس اليوم، بتبقى ميموريز. لما بتشمي البرفيوم ديت بعدين، او بتشمي الريحه دي بعدين، بتفتكري الفرح. الانوار والاضاءه، الالوان نفسها كمان. لازم تسيبي البصمه بتاعتك في كل فرح. بالظبط. طب هل تنسيق الافراح بيبقى مختلف عن تنسيق الخطوبه ولا؟
طبعا تنسيق الافراح بيختلف عن تنسيق الخطوبه، لانه معظم الخطوبات بتتعمل في شكل مش كبير قوي، بتبقى حاجات على الضيق، على الضيق شويه. فلما بتبقى في بيت مثلا بتبقى مختلفه. بنمشي برضو مع العروسه في خطوات معينه، اللي هي اختيار الفستان، اختيار الميك اب. نفس الخطوات نفس ولا الخطوات تقريبا، بس بشكل شويه مصغر. متهيألي العروسه بيبقى اصعب، بتبقى متوتره اكتر جدا. بتبقى فعلا بالظبط. طيب بما اننا في 2019 وزي ما بيبقى فيه موضة ألوان بقى في الفاشن وكده، أكيد طبعا حضرتك بيبقى فيه ألوان دايما بنبقى مرتبطين بيها، اللي هي الموضة بتاعت السيزن أو موضة بتاعت السنة. طبعا في إيه بقى موضة 2019؟ 2019 الموضة فيها اللي هو اللون البيتشي شوية، اللي هو المشمشي دوت شوية، وده بيكون وده بيبقى داخل معاه الالوان اللي هي الاخضر واللي هي الجرين، اللي هي الحاجات الطبيعيه الناتشرال شويه. دي موضه 2019، وكل الويدنج ديزاينرز في العالم بيتعاملوا بيها. بس افتكر ان هو لو هو على البحر بتختلف شويه. طبعا بتختلف شويه، بطعم الحاجه بقى بلون الالوان التانيه مع اللون اللي هو الخوخي ده شويه، بطعم معاه الالوان على حسب القاعه نفسها. وعلى حسب الالوان المستعمله في القاعه، يعني لو فيها ابيض او سيلفر او جولد بيدخل معاه. وكل الميزه في اللون اللي هو الخوخي ده ان هو بيليق مع كل الالوان. بيليق معاه الوان كتير، يعني بيليق معاه الجولد وبيليق معاه السيلفر. طب احنا معانا اتصال دلوقتي. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معانا؟ احمد. صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في البرنامج؟ البرنامج حلو جميل، بتابعه على طول وحضراتكم منورين طبعا. ميرسي ميرسي يا احمد، ربنا يخليك. تابعنا دايما كل خميس الساعه 9 صباحا. عندك اي اسئله للاستاذه رحاب؟ طبعا عندي. انت ايه داخل على مرحله خطوبه ولا مرحله جواز ولا ايه؟ لا، مرحله جواز ان شاء الله. معاك بقى استاذة رحاب لو في اي سؤال. يا احمد اتفضل. استاذة رحاب، عايز اعرف الفرح اقدر ابقى يعني جاهز للفرح كده؟ تقدر تجهز للفرح يعني لو فرحك مثلا، لو تقدر يعني بدري يكون احسن، يعني لو من 6 شهور يكون احسن. الرجاله بيبقى صعب قوي ان هي من 6 شهور. هو اخر اسبوع قبل الفرح. هو يوم بس. لا، هو 6 شهور تبعت العروسه يا احمد، مش لازم انت تيجي. مهم وجودهم مع بعض. مهم وجودهم يعني هو يجيب خطيبته ولا مهم وجود العريس كمان مع العروسه؟ هي دايما بيبقوا مسالمين يا بيري. الرجاله دايما مسالمين في الحته دي، سايبينها للست. لا بس ساعات بقى بيتربسوا دماغهم في حاجات معينه. لا انا هعمل كده، ده فرحي زي ما هو فرحك. صح. ايوه بالظبط. لا، هي بصي، التدخلات من العريس مطلوبه جدا، لان هو كمان بيكون معاها في اليوم دوت، فحلو ان هم يكونوا عاملينه مع بعض او اشتغلوا عليه مع بعض. طيب انا عايزه اسالك سؤال مهم قوي، هل بيختلف الورود على حسب اختلاف تنسيق الافراح ولا؟ طبعا في ورود بتستعمل للاوت دور، وفي ورود بتستعمل للان دور. دي معلومه اول مره اعرفها. في ناس كتير ما تعرفهاش، وللاسف ان انت بتدخلي في بعض الافراح بتلاقي انه في ورود المستعمله هي ما تنفعش تستعمل في الان دور، ما تنفعش تستعمل في قاعات او في ليه حاجات طيب ليه؟ مغلقه، لان هي واخده شويه الشكل اللي هو التروبيكال، اللي هو المدي على بحر وحاجات من دي. لو شفتي في الفيديو موجود في صوره بوكيه ورد، الالوان الورد نفسه المستعمل فيه حلو قوي. هو الورد نفسه المستعمل فيه هو مخصص او يعني بيفضل جدا ان هو يستعمل لبره، لان هو تروبيكال لافراح اللي هي بتعمل بره. وفي دايما بيبقى ورد صناعي وورد طبيعي. في طبعا ورد صناعي حتى على حسب البادجت كمان. بالظبط، على حسب البادجت، لانه احنا بنحاول ان احنا الحتت اللي هي الاماكن اللي هي اللي متشافه قوي للجاست او للمعزومين، يعني بتكون الورود بتاعتها طبيعيه. اما الورود اللي هي الاماكن اللي هي مش متشافه قوي، نحاول ان احنا نطعمها بورود صناعيه عشان نقلل في البادجت، وعلشان كمان انه انت عارفه استعمال الورود كتير بيبقى برضو في اهدار للورود دي. احنا معانا دلوقتي اتصال. الو الو الو، وسام صباح الخير. صباح النور. ازيك يا هنا؟
الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه الحمد لله كله تمام. انتي والجميلة بري؟ ميرسي. ازيك يا حبيبتي؟ مبروك البرنامج، الله يبارك فيكي. ميرسي يا وصباح حبيبتي. الخير عليكم. صباح الخير. ايه رأيك؟ جميل وجميل جدا، وانتوا الاتنين زي القمر ما شاء الله. ميرسي يا حبيبتي. مبروك وربنا يوفقكم. ميرسي يا حبيبتي. وعايزين بقى يعني قولينا الفقرات اللي عايزاها، المواضيع اللي عايزينها نتكلم فيها. يعني زي ما تخصصكم في الحفلات، عايزين فاشون، عايزين اهم حاجة كلها تخص المرأة، ما فيش حاجة يا وسام تخص الرجل خالص. الرجالة إيه؟ هتزعل مننا، عايزة مواضيع كلها تخص المرأة. بالظبط كده، احنا مالناش دعوة بالرجالة، احنا عايزين كل الكلام يبقى بس ستات. احنا تحت امرك، وتابعي برضو الفقرة التانية معانا هتعجبك جدا ان شاء الله حبيبتي. والف مبروك البرنامج الجميل. الله يبارك فيك. الاثنين زي القمر ما شاء الله، ربنا يوفقنا. ميرسي وتابعينا. مبسوطة بالبرنامج ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. ميرسي يا وسام، باي باي. طيب ازاي بقى بتعرفي تحددي الديكور بتاع الفرح، وعلى اي اساس بتعملي كده؟ زي ما قلت لك في الاول، انا بقعد مع العروسه بعرف هي في دماغها شخصيتها ايه، شخصيتها ايه. بتلاقي مشاكل بقى من الام بقى والحما والكلام ده؟ طبعا ده اساسي يا طبعا في كتير بيحصل تدخلات من الام ومن الحما ومن الاخت ومن الصحبه. اكتر من الحما، يعني الحما سبيشلي لو الولد مش حابه الولد بتبقى صعبه قوي 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 يعني. بالظبط، هي يعني هي بتبقى صعبه شويه، بس برضو احنا بنحاول ان احنا نهندلها بشكل معين. انه بنحاول نرضيها طبعا بنعمل حساب العروسه وهي عايزه ايه وايه اللي في دماغها، وبرضو بحاول ارضي طبعا ام العريس او ام العروسه بشكل ما، علشان برضو يحسوا ان هم بارت من الحفله دي. هل في حاجه اسمها بقى موضات للافراح؟ يعني في موضه للافراح؟ في موضه للافراح، والسنه دي هي بقى لها سنتين او ثلاثه، هي موضه الاوت دور. بتهيألي بقى لها فتره اكبر من سنتين وثلاثه. يعني انا حضرتك انا عرفت سنتين ثلاثه الافراح اللي على البحر جدا، بحس ان على البحر دي جديده صحفة. لكن هي الاوت دور معظمها بيبقى على البحر. دلوقتي الموضه يعني الفتره اللي فاتت دي، السنتين ثلاثه اللي فاتت دي، زادت قوي فيها الاوت دور، اللي هي في بياخدوا مثلا فيلا او يعملوها في جنينه او كده. وفي طبعا الاوت دور اللي هو بيتعمل على البحر، ده بيبقى بس ده تكلفته بتبقى اعلى، بتبقى لانه ريتشي اكتر. بتبقى ريتشي قوي، لانه بيبقى فيها التركيبات والتوصيلات بتاعت التوصيلات بتاعت بتاعت الاضاءه والحاجات دي، لانه في ناس بتعمله من فتره بعد المغرب كده، يعني بيبقى لسه النهار طالع شويه لغايه بالليل، فبيبقى الوقت ده كله لازم يتخدم بقى شوية أنوار. أوكي. اللي هي بالليل بالذات. طب في سؤال بقى هسأله لكم انتوا الاتنين، يا ريت. دلوقتي بقى يا هنا، تعرفي ايه هو الحاجة اللي ممكن تحديات او حاجة بتواجه صعوبات الويدنج بلانر في انها تعمل ايه بقى الصعوبات؟ اكيد الاهل. اكيد الاهل. ايه بقى الصعوبات غير الحمى والاهل والشخصيات يعني انا من الشخصيات الصعبه جدا، صعب قوي اجيب حد ينصت لي اي حاجه في حياتي، فصعب يعني. متهيألي الشخصيات الصعبه هيبقى صعب يا بيري التعامل معاها، يعني دي اكبر تحدي. هي شخصيات فعلا، في شخصيات بتبقى جايه هي لا احنا او انا في دراستي للويدنج ديزاين درسنا شخصيات ازاي تتعاملي معاها، وايه الاسلوب اللي انت تدخلي لها بيه علشان تقنعيها. الثغرات اللي في شخصيه كل بني ادم بالظبط تعرفي تدخلي لها كويس، ان بتعرفي ده كله بتلقط بسرعه يعني طبعا. مش محتاجه وقت كتير. هي بالبراكتس عامه يعني، هي من القعده ممكن بقى من الاكونت بتاعها او تدخلي تبصي، ولا ما بتعمليش ده؟ بعمل كده ساعات، بس بعتمد اكتر، لانه السوشيال ميديا برضو بتبقى مش واضحه قوي، ما بتوضحش قوي الشخصيه الحقيقيه للواحد، بس بعتمد اكتر على القعده معاها. أوكي. خروجي معاها، لما بنروح نختار الفستان، لما بنروح برشح لها مثلا ميك اب ارتست، كل دوت بيكون
علاقة معينة بعرف بيها ازاي اتعامل مع اللي قدامي. الشخصية الصعبة دي على فكرة او اللي هي بتبقى عارفة هي عايزة ايه تبقى هي صعبة كتير. هي صعبة في التعامل، مظبوط يا بيري، هي صعبة في التعامل بس هي اسهل كتير، تبقى واضحة لان هي عارفة هي عايزة ايه، فبتسهل لك الدنيا شوية. انت ممكن تعملي افراح ببادجت قليل ولا يعني بادجت طبعا مش قليل قوي لانه في طبعا كوست عليا بيكون، بس في سنتر بيس اغلى حاجة. السنتر بيس السنتر بيس اغلى حاجه، السنتر بيس صح مظبوط، والكوش بالظبط والحاجات دي، وفي انواع معينه. هو الاكل عامه بياخد يعني اكبر قدر من من البادجت. تمام. انا في سؤال، يعني اخر سؤال معايا، عايزه منك نصيحه لكل عروسه مقبله على الجواز. ليه يا بيري كده؟ لا ده خلاص ادام هي وصلت للخطوه دي، ادام وصلت لاستاذه رحاب يبقى خلاص هي مقتنعه يعني. لا، لما اي عروسه مقبله على الجواز ريحي، مش عشان انا ويدنج بلانر، بس هي فعلا الويدنج بلانر والويدنج ستايلست دلوقتي بقوا بيشيلوا عبء كبير قوي من على العروسه، يعني بيصفوا لك ذهنك وبيخلوكي انت تركزي بقى في امور تانية. بقى عندك لونج فيجن، بقى عندك انك شايفه كل حاجه من غير توتر ومن غير اي حاجه. بالظبط. فريحي نفسك وتعالي، بس تعالي بدري شويه. دي نصيحه مهمه جدا. ايوه مظبوط. تمام. دي اهم النصايح. النصيحه الثانيه، لو لما تشتري الفستان يا ريت ما تشتريهوش قبل ما تقعدي مع الويدنج بلانر، لانه الفستان جزء كبير قوي من تصميم الديكور بتاع الفرح. يعني في مثلا بنات بيروحوا بيشتروا فستان اللي هو سندريلا الفخم الضخم برنسيس، وبتكون مثلا عامله تروبيكال ويدنج، فده ما بيمشيش مع ده ابدا. تمام. بيري عندك اسئله تاني؟ انا في اخر بس السؤال هقوله بسرعه، ايه اغرب حاجه اتطلبت منك في فرح؟ سؤال حلو قوي. ايه اغرب حاجه؟ لا، في حاجات كتير بتنطلب من الولاد. انا نفسي اعرف من الولاد. عشان هم بيقولوا احنا مش بنتدخل في حاجه. لا، بيتدخلوا بس في حاجات بتبقى رخمه. معلش بعتذر للولاد كلهم. لا، هو هي الاغرب مش اغرب حاجه بس هي كانت صعبه شويه، هي انه العريس طلب انه الكيكه تبقى او التورته بتاعه الفرح تبقى بارتفاع 3.5 متر. فكانت ده هو ازاي؟ فكانت طبعا كانت العمليه صعبه شويه طبعا ومكلفه، فاحنا اقتصرنا شويه في التكلفه بتاعتها بانه احنا نعمل الكيك نفسه، نعمل جزء منه. لا، عملناه فوم. جزء منه فوم. تمام. أوكي. فده كانت اغرب حاجه شويه، يعني انه عايز يطلب الكيكه بالزيت بالضخامه دي. بيري للاسف فقرتنا خلصت، الوقت الحلو بيعدي بسرعه. احنا بنشكر حضرتك جدا، انا بشكركم جدا على البرنامج الحلو ده، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره. ان شاء الله. ميرسي يا رحاب، نورتينا، وان شاء الله نشوفك تاني ان شاء الله. استنونا، هنطلع فاصل ونرجع. استنونا.